يا هلا والله، لو كانت عندك سماعة الايربودز برو الجديدة، فنزل تحديث أمس يحل بعض المشاكل في السماعة وبرضو تحسينات في الصوت وفي العزل، فصارت أفضل بكثير. طبعا حتى اللي عندهم سماعات الايربودز القديمة، هذه طريقة التحديث، ممكن يكون في تحديث للسماعة ويحل بعض المشاكل. كل اللي عليك تفتح غطى السماعة بهذا الشكل، بعدها تروح للإعدادات عام، وطبعا لازم تكون شابك على الواي فاي ومتصل بالسماعة، فبعدها تروح حول وتنزل تحت زي ما تشوفون، راح تروح إلى سماعة الايربودز برو. الآن التحديث هذا هو التحديث القديم، التحديث الجديد هو 2D15. فكل اللي عليك تخلي السماعة بهذا الشكل مفتوح الغطاء حقها، وتروح الإعدادات عام حول، وتروح الايربودز، وبعدها راح تنزل وتشوف الايربودز حقتك موجودة، راح تضغط عليها وراح تطلع لك البيانات. لو تشوفون إصدار البرنامج الثابت 2B، هنا الجديد هو 2D. فكل اللي عليك تنتظر بس لما يتغير إصدار البرنامج، وبكذا سماعة أبل الايربودز برو تحدثت، أو حتى الايربودز العادية تحدثت.